احنا في شايفين ان في جانب سلبي جدا في المجتمع اللي هو عندنا البلاعه ديت احنا شايفين ان هي بايظه ومطلعه ريحه كبيره جدا محدش شممها، وده من هنا جاي اسم العرض بتاعنا. بس انت مش شامم، جرس انذار، خلي بالكوا في حاجات عماله تطلع من البلاعه انتوا مش شايفينها ومش شاممينها، واحنا ما بنعملش حاجه غير بنتخانق مع بعض والاعلام ياكل عيش واحنا ناكل عيش والدنيا تمشي، ولكن في حاجات تانية محدش واخد باله منها. احنا عمالين نتخلى عن قيمنا ومبادئنا والركيزه بتاعتنا في الحياه وقاعدين بنتكلم في حاجات تانية خالص، فاحنا بنحاول نبقى جرس انذار بنقول لكم يا جدعان انت مش شامم، يا جدعان بصوا معايا.